بونجور، اليوم رح نبلش بدرس جديد اللي هو لي فراكسيون. لي فراكسيون معناه بالعربي الكسور. طيب هون عنا بالقام مثل ما شايفين عندكم بيقلنا دون لا فراكسيون 7 سور 10، عطول اللي فوق اللي هي 7 بنسميها النوميراتور. 7 الي نوميراتور، اوكي، هي النومبر دي بارتي دي كوبي. هلا بنشوف بالاكزرسيس 10 الي دينوميناتور، اللي تحت على طول بنسميها هي الدينوميناتور، ايجال النومبر دي توت لي بارتي، يعني هي التوتال المجموع. رح نشرح الان والدو. الدو شو بيقول لنا؟ اون بي ديكوبي لونيتي ا فولونتي اي اونورا. على طول عندكم بالنسبه للاونيتي نحن بنقول الدي سور دو ايجال 1، اوكي، على طول بس يكون العدد فوق وتحت نفس الشيء، النيميراتور والدينوميناتور بس يكونوا نفس الشيء بيكون بيساوي 1. مثلا 3 سور 3 كمان 3 سور 3 كمان ايجال 1، 4 سور 4 ايجال 1. عشان هيك قلنا ال A ايجال هي دي سور دي ايجال 3 سور 3 ايجال 4 سور 4 ايجال 5 سور 5 اكسترا. اوكي، نحن كلهم بيساووا A، فصار عندنا دي سور دي هي زيتا 3 سور 3 ايجال 4 سور 4. وبالنسبة لأول وحدة شرحناها، عطول اللي فوق بنسميها نوميراتور واللي تحت بنسميها دينوميناتور. رح نشوف النيميرو 1. بيقلنا بالنيميرو 1 ريبريزونت لا بارتي كولوري بار اون اكريتور فراكسيونير. طيب عندكم هون البارتي كولوري، عندكم بتعدوا هون 1 2، اوكي 2 سور. من اصل الدينوميناتور مثل ما قلنا باول شيء بالشرح، الدينوميناتور هو التوتال، هو المجموع، اوكي، يعني 2 عندنا ملونين هن 2 من اصل كلهم، توتال يعني كلهم 1 2 3 4 5 يعني دي سور 5. هيدي اول فيجور بتمثل هي دي سور 5. ثاني فيجور بتمثل عندنا 1 2 3 4 5 6 7 7 عندنا النيميراتور بتمثل 7 سور توتال كلهم هن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يعني هودي الملونين صاروا هن بيمثلوا هن 7 من 10، اوكي 7 من اصل 10. طيب اذا جينا لهيدي عندنا الملونه هي معروفه بس من اصل قد ايه؟ اذا انتم لاحظتوا هيدي الشقفه بنكفي هيدي السيرك ومنكفي كمان لتحت لأنه هو ملون ربع على السيرك، نكفي الخط لتحت جالس. فعندكم آن من أصل آن دو تروا كاتر، آن سور كاتر هي آن كار الربع. طيب هون قدي عنا ملون؟ آن دو تروا كاتر سانك، سانك بارتي كولوري يعني ملونين، من أصل آن دو تروا كاتر سانك سيس، سانك سور سيس. طب هون هيدي البشر الكبية نصها معبين نصها، يعني هن واحد ملون من اصل 1 2 توتال هن كلهم 2. طيب هون قد ايه ملون هن؟ 1 2 3 3 سور كلهم هن 1 2 3 والنص 4 3 كار يعني هيدي بنسميها. طب هون هيدي الفلور عندكم 1 2 3 4 4 هن الملونين من اصل كلهم ان الدينوميناتور على طول بتحسبوهم يعني الكل، يعني هن 1 2 3 4 5 6 7 8 حسبنا لهيدي هي 4 سور 8. هيك بنكون تعرفنا هون كيف بنطلع الفراكسيون من البارتي كولوري. يعني قلنا على طول هن بنحسب الملونين، الجزء الملون بيكون بالنيميراتور، الدينوميناتور على طول بتحسبوا التوتال قد ايه عندكم كم جزء توتال يعني مجموع.